السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. اخوالي اللي هم اخوات امي مبتدعون واتركوا كده، فهل انا مطلوب مني انني اودهم وابرهم ولكن انا بكرههم فمش عايزهم يجوا البيت؟ صلهم لما لهم عليك من حق الوصل فهم ارحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل، فصلهم لوجه الله ولا تتأثر ببدعهم ولا تناقشهم فيها إلا إذا كنت قويا تستطيع إقامة الحجة عليهم. شكرا. الله يبارك فيك.